طبعا قصة الغياب اللي هلبع للناس هو ممكن حتى فيه اللي من الجيل الجديد يشوف يقول منه هذا، يعني يقرأ اسم فنان خيري الطايش، فاللي موجودين في الساحة تو يقول ما بانش علي خيري الطايش. طبعا خيري الطايش أول ظهور ليه كان في 2006 محليا في ليبيا، كان في برنامج هو كانوا منظمينه شباب، يعني شباب يحبوا الفن، كانوا منظمينه في منتزه نادي الأولى سابقا. طبعا المشاركة كانت غنائية، كان فيه العديد من الفنانين اللي هم حاليا في الصف الأول، فبدأت مشاركتي فيها. بعدها اكتشفت ان فيه برنامج، وهذا الشيء تو نرجعوا له. ولكن قصة سر الغياب هو مش سر، هو شيء كلنا نعرفوه، يعني واضح. في ليبيا ما فيش شركات إنتاج، ما فيش حاجة اسمها شركة إنتاج تدعم سواء كان فنان أو رسام أو هاوي أي شيء، يعني يكون هواية لشخص معين. فمشكلة شركات الإنتاج أنك أنت لازم تخدم على نفسك، يعني أنت اللي بتشتغل الشغل الصوتي، ولو فيه تصوير أو فيديو كليب فبتلقى نفسك أنت اللي تعطي كل شيء. أنا أول ما طلعت للناس كان عمري ما تجاوزت 18 سنة، يعني كنت نقرأ في الشهادة الثانوية قاعد. فمن الشاب اللي في 2007 أو في 2008 يقرأ في شهادة ثانوية وبيقدر يغطي تكاليف تسجيل صوتي، تصوير، لقاءات، حفلات، لأن في العالم الثاني فيه اللي تدفع فلوس باش تطلع أنت للناس للستيج للركح، باش هذا الشيء يزيد في شهرتك ويزيد حتى في خبرتك. ولكن للأسف إحنا في ليبيا نعانوا من المشاكل هذه ديما، يعني قبل وتول إلى حد الآن قاعدين نعانوا منها. فهو زي ما قلت لك هو مش سر، هو شيء طبيعي جدا يعاني منه أي شاب في أي مجال كان، سواء غناء أو أي مجال تاني آخر.